طاجن باميه باللحمه. بقول له هو انت هتلف مطور هتعمل لي فيها حدوته؟ ده باميه ماشي، باميه عن باميه بتفرق. طب تركز معايا وانا بعمل حبه الباميه دول هتلاقيني بعمل حاجه صح. قال لي طب وريني. عندي طيب باميه لحمه مكعبات وبصل وتوم وكرفس وعصير طماطم وطماطم وزعتر وعصير ليمون وفلفل حار ورشه سكر ملح وفلفل بهارات لحمه جوز الطيب كزبره ناشفه. بص يا عم الحاج عشان ما يبقاش في حاج احسن من حاج، ادي حبه سمنه وادي بصل وادي توم، لسه عندي هنا حبه تاني اهم. هنا بقى زيت زيتون اهو، وادي برضو شويه بصل وادي بقيه التوم. شفت بقى عملت ايه يا باشا؟ ما هو بس عشان تبقى حلوه وكده حنطه تبقاش اي كلام ماشي كده. هنا بصلايه اهي مع فص توم وشويه زعتر ادي الفلفل الحار وادي هنا الكرفس وادي الزعتر ونجيب طماطمايه ادي حبه الطماطم اهو وادي بقلب اللحمه اهو كده. دي الطماطم الفريش، دي طماطم بوريه، جوز الطيب، توابل اللحمه كده اهو. شايفني يا باشا؟ انا عملت حاجتين في وقت واحد كده. دي الباميه بتاعتي بطجنها كده مع زيت الزيتون والفلفل والطماطم والكزبره الخضراء او الشبت، شويه ليمون وهنا الهوت ووتر اهو. شايفني يا باشا؟